خلينا نرجع بقى عشان احنا خدنا اتفضل. جزء معلش كبير، حسن واحنا انا كان اسف عايزين يا حسام مدام ضيفنا حبيبي. النهارده وبنتكلم على المدافعين، وكنت عايز برضه اتكلم على دور حسام وانتم موجودين مع بعض في وقت ما في نادي الزمالك، وكان جيل محترم يعني، عشان بس بقى نتفق على الجزئيه دي. ماتش بقى بالنسبه ل... كنت بتكلم على ماتش 6-1 ولا غيره او ولا نرجع غيره، تاني 6-1. لكن لكن انتوا طبعا جيل محترم، هو ماتش تاريخي خلي بالك. انا يعني عشان بس انا يعني فكره ان انا بقول الماتش مش معناه ان انا عايز اقول حاجه كاهلاوي، لا انا بتكلم كماتش كان للتاريخ وماتش موجود، لكن هتكلم على الجيل، وجيل كان فيه مدافعين مميزين سواء هنا او هنا. فبالتالي هل المشكله، هل في مشكله في مركز المدافع دلوقتي يا كابتن رضا بالنسبه للاهلي والزمالك من وجهه نظر كابتن رضا السيكا؟ لا، الاهلي طول، الاهلي يا محمد طول عمره بيعاني في في القلب الدفاع دوت، والدليل على كده ان هو بيجيب لعيبه كتيره من بره مش ولاد النادي عنده، وما طلعش اي لعيب ابن النادي الاهلي تالق في الحته دي في العشر سنين اللي فاتوا باستثناء ربيعه، روميو سعد. تمام؟ لا سيبك، لا سعد كان مؤدي، انت فاهم، انت بتتكلم على اللعيب اللي هو ممكن يلعب منتخب مصر في المنطقه دي، سعد كان في بس منتخب في النادي مصر الاهلي. برضه، تمام؟ ما دخل منتخب لا مصر. خلينا، انت بتكلم اخوك صح؟ انا بتكلم برأي نجم كبير وكان اللي، مدافع لا اللي جيد يستاهل يعني. يكون في المكانه ديت بعد وائل جمعه يعني ما فيش اي حد. بس خليني ايه اجاوب لك حته حته. بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك عمره معانا، لان في الوقت اللي انا كنت بلعب فيه لسه حسام كان بيتكلم امبارح بيقول لك كان اللي بيطلع بره التشكيل او بيطلع بره المباراه او ما بيطلعش في المباراه ممكن ما يلعبش كتير، لان كان فعلا في الوقت ده احسن سيرد باك موجود في مصر، واللي كان مخلينا اسكت انا وحسام اهو قدامك كان بشير التبعي، كان لعيب جامد جدا، وكان مدحت عبد الهادي كان لعيب جامد جدا، انت فاهم؟ كان في ناس كتير في المكان دوت، وحسام عبد المنعم، وكان في محمد صديق، وكان في محمود محمود، كان في ناس كتير. نادي الاهلي عنده مشكله يا محمد، عشان كده اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ ان الفرق بين نادي الزمالك وبين نادي الاهلي في الوقت دوت، نادي الزمالك عنده ضخمه في الموجود ده محمود علاء والولا والونشي، يعتبر محمود الونشي دوت افضل لعيب يعني. يمكن لو انت بتسالني ناس كتير بتقول انت شايف مين، لا انا شايف الونشي ده محمد افضل لعيب موجود في مصر، ولو تقيم كمدافع فعلا هي الايه كمدافع كمدافع كل الامكانيات اللي تتمناها في لعيب في قلب الدفاع دي موجوده في محمود، في الونش رشاقه ومرونه. بص محمد، المكان ده بيتميز مع اي حد في الرشاقه والمرونه دي اللي موجوده. يمكن محمود علاء بس في حاجات تانية يا كابتن رضا، منها الهدوء، منها عدم التسرع، كان لسه كابتن حسام بيتكلم في الجزئيه دي. لو الدنيا دي زادت مع الونش انا اقول لك ان هو فعلا بيبقى من افضل المدافعين في مصر.